حقيقة عندما نتحدث عن 30 يونيو حقيقة هي إشراقة الشمس على هذا البلد، عندما توحد الشعب وقال كلمة الفصل باختيار مصيرهم الحقيقي لبناء مصر، مصر التي اعتادت على الفن وعلى الثقافة وعلى الإبداع وعلى الحضارة المتجذرة لهذا البلد، كانت رافضة لكل مظاهر وأشكال الإرهاب التي حاولت إبعاد مصر عن الشمس. وقفنا كعراقيين وكعرب موقف قلبا وقالبا وانتمينا جزءا كبيرا من هذا البلد العظيم، لأن جميع بلداننا العربية مرت بمراحل كان الإرهاب يحاول قتل الحياة فيها، لكن مصر قالت كلمتها النهائية وتحررت وأنتجت. فحقيقة تستحق مصر بأن تكون في المقدمة من خلال هذه الثورة العظيمة التي غيرت معالم الخارطة العربية لكل البلدان العربية، بأن يقول المواطن العربي كلمة الفصل في انتماء لبلده وتحديد المسارات الحقيقية كي تشرق الشمس من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، في حياة الأمم والشعوب أيام ليست كغيرها من الأيام، يكاد الزمن عندها يتوقف ويتباطأ دوران عجلة التاريخ احتراماً لإرادة الأمة عندما تريد الحياة، والشعب عندما يرفض العبث بمقدراته ومستقبله. بحكم تاريخها المديد مرت على أمتنا العريقة أيام مثل تلك، من بينها بل ومن أمجدها يوم 30 يونيو 2013، الذي سيبقى خالدا في وجداننا جيلا بعد جيل. إن ثورة 30 يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي، لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم، اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم، لحظة أعلن فيها المصريون للعالم أجمع أن هدوءهم لم يكن إلا قوة وصبرهم لم يكن إلا صلابة وتسامحهم لم يكن إلا حكمة متصالحة مع الزمن. في ثورة 30 يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا يقول أنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد، أن بمقدوره خداع شعبها العريق. وعلى مدار أيام هذه الثورة الخالدة كتب المصريون لأنفسهم على اتساع مدن مصر وقراها دستورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبي، عنوانه أن مصر للمصريين، ومصيرها لا يقرره سوى أبنائها المخلصين. شعب مصر العظيم، إن روح ثورة 30 يونيو بما تمثله من تحد وقدرة على قهر المستحيل ذاته ما زالت هي نبراس عملنا حتى اليوم، شعاع النور الذي يقودنا ويلهمنا في التصدي للتحديات الراهنة. بعد أن نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربصون بل وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا، وبئس ما تمنوا، واجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسود تحالفا ملعونا بين قوى شر ودمار أرادت وما زالت تريد النيل من وطننا. تلك الموجات التي تحطمت على صخور إرادة المصريين الصلبة، وكما فشل الأشرار من قبل سيفشلون مجددا بإذن الله وبتماسكنا ووحدتنا. وواجهنا وضعا اقتصاديا غير مسبوق، فاستعنا عليه من بعد الله بصمود أسطوري لشعب عظيم.
كما علم الإنسانية يوما الحضارة والمدنية، يضرب المثل الآن في إدراك قيمة الوطن والحفاظ عليه وتحمل المشاق في سبيل ذلك. ولم نكتفي بمواجهة تلك التحديات والتعلل بها لتأجيل معركة التنمية والتقدم، بل مضينا في المسارين معا، البقاء والبناء، بقاء الدولة وترسيخ أركانها وبناء المستقبل. فانطلقت سواعد أبنائنا وبناتنا في كل شبر من أرض مصر تعمر وتشيد وتقيم بإذن الله للمجد قواعد جديدة. ولأن هذا المجهود الهائل الذي بذلته مصر خلال السنوات الماضية لا يمكن أن يضيع هدرا، فقد أصبح سندنا الآن في مواجهة اثنتين من أصعب الأزمات العالمية وأكثرها قسوة على جميع دول العالم، وهما جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. فلا يخفى عليكم حجم الأذى الذي أصاب دولا أكبر اقتصادا وأكثر تقدما بسبب الجائحة، وما نتج عنها من تعطل لسلاسل الإمداد العالمية، وكذلك الحرب وما ارتبط بها من أزمة غير مسبوقة في الغذاء سواء توافرا أو أسعارا. وأقول لكم بكل الصدق أنه لولا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 وشهد بذلك القاسي والداني، ولولا ما تحقق في السنوات الماضية من جهود تنموية تسابق الزمن لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصعوبة. شعب مصر العظيم، إن وطنكم يسير على الطريق الصحيح بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام، ولا تضع نصب عيونها إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة والمستقبل الآمن المزدهر. وكما عبرت مصر الصعاب على امتداد تاريخها العريق، فإن ثقتي كاملة بأنها ستعبر الأزمات الدولية الراهنة من انعكاساتها المحلية، وستواصل بلا توقف مسيرتها نحو بناء الدولة المتقدمة والوطن الآمن والمجتمع المستقر النابض بالحياة، وهي الآمال الكبرى التي يتطلع إليها المصريون وأتطلع إليها معهم، وسيكون التوفيق بإذن الله حليفنا. شعب مصر الأبي الكريم، في الختام لا يسعنا بينما نتحدث اليوم إلا أن نذكر العظماء من أبطالنا الذين ضحوا بحياتهم من أجل أن يمنحونا هذه النغمة الغالية، نعمة الوطن التي نحمد الله عليها ليل نهار. نتذكر شهداءنا الأبرار من أبناء الشعب في القوات المسلحة والشرطة، ونقول لأسرهم وزويهم إن أبناءكم أحياء عند ربهم يرزقون، وأحياء في قلوبنا وفي وجدان هذا الوطن الأصيل الذي أبدا لا ينسى فضلهم. أشكركم، وكل عام وأنتم بخير، ومصر في سلام وأمان وتقدم. وبكم جميعا، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.